مشاهدين أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من المشهد، والتي نتناول فيها الجدل الحاصل في السودان حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وفي عناوين حلقتنا لهذا اليوم: وكالة الأنباء الرسمية وفد بقيادة البرهان توجه الأحد إلى أبوظبي للقاء مسؤولين إماراتيين وأمريكيين، ووسائل إعلام إسرائيلية تقول إن اجتماع أبوظبي تم فيه بحث التطبيع بين السودان وإسرائيل. أما موقع والله العبرية أو العبري فكتب: السودان وضع شروطا للتطبيع، من بينها منحة فورية بأكثر من 3 مليارات دولار كمساعدة إنسانية. العلاقات بين السودان وإسرائيل شهدت العديد من المنعطفات بين التقارب والتوتر منذ ثمانينيات القرن الماضي، ولكن في السنوات الأخيرة شهدت العلاقات تغيرات جذرية، لسيما بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر حسن البشير، والذي كان عهده مليئا بالتوتر الشديد بسبب ما تعتبره إسرائيل دعما للمقاومة في قطاع غزة. ففي الفترة ما بين 2008 حتى العام 2014 قصفت إسرائيل أكثر من مرة أهدافا داخل الأراضي السودانية بحجة تهريب حكومة الخرطوم أسلحة إيرانية إلى حركة حماس في غزة، مرورا بصحراء سيناء المصرية. ومع انقسام السودان إلى دولتين في العام 2011، سارعت إسرائيل إلى الاعتراف بدولة جنوب السودان، كما فتحت مكاتب تمثيل للجنوبيين في تل أبيب، فضلا عن توثيق العلاقات التجارية والاقتصادية معهم. وفي أكتوبر 2015 سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بصدور كتاب جديد تضمن التفاصيل عن تدخل جهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة الموساد في عملية تقسيم السودان وبناء القوة العسكرية والاقتصادية لدولة الانفصاليين في الجنوب. وبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية في أن البشير وبعض أركان نظامه مطلوبون بسبب تهم بارتكاب جرائم حرب، تغير الموقف السوداني إثر ذلك تدريجيا، وبدأت المغازلات مع إسرائيل. ثم في العام أيضا ذاته 2016 قطع السودان علاقاته مع إيران، كما لوح بإيقاف دعمه لحركة حماس بهدف التأثير على الإدارة الأمريكية لتخليص البشير من الملاحقة القضائية الدولية. وفي نفس السنة أيضا ظهرت بوادر إيجابية تجاه إسرائيل، عبر عنها وزير الخارجية الأسبق إبراهيم غندور، الذي لم يستبعد مناقشة تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الحوار مع الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات. ومع خلع الرئيس السابق عمر حسن البشير تحديدا في السنة الماضية في بدايتها 2020 ومجيء المجلس العسكري، رأت تل أبيب أن الظروف باتت مهيئة لإحياء العلاقات بين البلدين. ففي 3 فبراير من ذات العام صدر بيان من ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان، وتحديدا في دولة أوغندا. وأخيرا كشف موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن مصادر سودانية أن مسؤولين أمريكيين وإماراتيين وسودانيين عقدوا اجتماعا حاسما في العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء الأحد الأخير بشأن اتفاق تطبيع محتمل بين السودان وإسرائيل. تعالوا الآن مشاهدينا ندخل في تفاصيل أكثر ونناقش أيضا هذه المسألة من خلال الترحيب بضيفنا عبر سكايب أحمد علي عبد القادر الصحفي السوداني الذي ينضم إلينا من الخرطوم. أهلا فيك أحمد، وأبدأ معك بقراءة لكل هذه المعلومات التي ترد منذ أيام حول أن السودان ربما يطبع فعلا العلاقات مع إسرائيل، وأن السودان يطلب بعض الأموال مقابل ذلك. ما حقيقة كل هذا؟ لا رحيم، أيضا مرحبا بك أستاذ يحيى. الموضوع بالنسبة للتطبيع والسودان، العلاقات ظلت بالنسبة لإسرائيل والتطبيع على مدى أكثر من 30 سنة
في ايدي ولم تكن في ايدي الايادي الحكومه السودانيه بشكل عام، سواء كانت السابقه او الحاليه. والدليل ان ابراهيم غندور كما ورد في تقريركم قرر قطع المفاوضات مع امريكا بالنسبه للعقوبات والعوده الى الخرطوم كما طلب منه نظام البشير ذلك، ولكن بوساطه سعوديه رجع وعاد ابراهيم غندور الى نيويورك ومفاوضه ايضا الحكومه الامريكيه، وانذاك 2017 تم رفع العقوبات جزئيا، العقوبات الامريكيه اصلا. والان تحول الدور العلاقات الاسرائيليه السودانيه برمته الى الحليف الاخر الامارات، واصبحت في ايدي الامارات، لان السعوديه لا يمكن ان تتبنى موضوع التصدير مباشره فيها، وانها لم تعلم التصدير حتى هذه اللحظه. واذا مع كل ذلك، اذا مع كل هذه المعطيات نستطيع القول ان التصدير ظل في ايادي خارجيه. طيب احمد علي، الصوت يصلنا بشكل متقطع وبالكاد نستطيع أن تصلنا الكلمات بشكل صحيح من خلالك. سأعود إليك مرة أخرى أيضا، ولكن أرحب أيضا بانضمام الدكتور صلاح العواودة الباحث في الشأن الإسرائيلي والذي يصحبنا هاتفيا. دكتور أهلا فيك معنا. ما يجري من لقاءات في أبو ظبي بوجود الإدارة الأمريكية وكذلك الإدارة هنالك في السودان، حسب الصحافة العبرية، هل هو أمر متعلق بشكل مباشر بعملية التطبيع أم أمور أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والسادة المشاهدين. أخي يحيى، حسب الصحافة الإسرائيلية اللقاءات في الإمارات تتمحور حول موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمفاوضات تتم حول الثمن الذي ستقبضه السودان، ما هو سقف المبلغ الذي ستحظى به السلطة الانتقالية في السودان أو المجلس السيادي. وبالتالي لا يوجد أي قضية أخرى للسودان تناقشها في الإمارات، بل أن المبلغ الذي تريده السودان أيضا من سيدفعه هي الإمارات، يعني ستطبع مع إسرائيل، الولايات المتحدة هي من يقود المفاوضات، التطبيع مع إسرائيل الثمن ستدفعه الإمارات، من سيطبع ويخدم الاحتلال هو السلطة السودانية. طيب دكتور، هذا المبلغ الذي ستدفعه الإمارات للسودان مقابل أن تطبع العلاقات مع إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية كيف تنظر إلى فكرة أصلا أن يكون لها تطبيع مع دولة مثل السودان؟ ولماذا السودان تحديدا؟ يعني هي يمكن الاسم الأبرز رفقة البحرين التي جرى الحديث عنهما ما بعد التطبيع مع الإمارات. السودان لماذا؟ أولا لأن نتنياهو يريد أكبر عدد ممكن من الدول، ويطمع حتى على مستوى مغرب عربي أن يقوم بالتطبيع مع إسرائيل، وشاهد العالم كيف اتصل نتنياهو على المغرب السعودي واحتفل معه مع أنصاره، وبالتالي هو لا يهمل أي بلد أو أي جهة أو أي شخص عربي يستطيع أن يعرضه لجمهوره كإنجاز في معركته الانتخابية. أيضا ترامب لا يبخل على نتنياهو بتقديم أي دعم له في هذا الإطار، ولاستدرار عطف وتأييد اللوبي اليهودي والصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة، وبالتالي السودان ليست مستبعدة. لكن الدوافع السودانية هي مقر الاستغراب. يعني السودان، طيب هو أنا سأعود لك في هذه النقطة دكتور صلاح، مسألة الدوافع، ولكن هي من المهم أن أتحول بها إلى ضيفنا أيضا عبر سكايب أحمد علي عبد القادر الصحفي السوداني. أحمد، أتمنى أن الصوت والصورة الآن تصل بشكل أفضل. ما هي بالضبط دوافع السودان من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وما الذي يقوله البرهان بشأن تمرير هذه الفكرة؟ السلام عليكم من جديد. أهلا فيك. أعمل أنه الصوت واضح لديكم.
نعم الصوت واضح الآن، بالنسبة لي تفضل. أنا تحدثت عن المرة الأولى، الصوت لم يسعفنا، تحدثت عن العلاقات الإسرائيلية السودانية والسودانية الإسرائيلية ظلت على الدوام مدى أكثر من 30 عام في أياد خارجية ولم تكن بأياد الحكومات السودانية المتعاقبة. الدليل أن غندور الذي ورد بتغريدكم كان يفاوض الحكومة الأمريكية على رغم العقوبات الاقتصادية، ولم يعد طلب منه البشير أن يعود وقطع المفاوضات أن يعود إلى الخرطوم، ولكن تدخلت المملكة العربية السعودية وبالتالي يعني عدلت العلاقات ما بين أو لطفت الأجواء إنجاز التعبير ما بين السودان وأمريكا، وتواصلت المفاوضات وبالتالي تم رفع العقوبات جزئيا. الآن المملكة العربية السعودية لا يمكنها أن تتولى موضوع التطبيع مع إسرائيل، فبالتالي من هو الأجدر بالقيام بهذا الدور؟ هي الإمارات. الإمارات تولت الإمارات نعم. الموضوع للتطبيع، وبالتالي الآن موضوع التطبيع هو إماراتي بالكامل، فقط اللمسات سودانية. ولكن والدليل أن عبد الله حمدوك يظل يتهرب من هذا الموضوع كثيرا، وبالتالي لقاء حميدتي في القاهرة مع السيسي ولقاء البرهان أيضا مع محمد بن زايد وكذلك السيسي ظلوا يتحدثون عن أن هذا الموضوع يؤول إلى الحكومة التنفيذية اللي هي يرأسها عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، ولكن الظاهر أن الضغوطات على عبد الله حمدوك كثرت وتم إقناعه وإجباره وإقامه على ذلك من العسكر، لأن العسكر لماذا؟ لأن العسكر يتولون المرحلة الأولى من الحكم، وبالتالي العسكر الآن في موضع قوة، إذن كل الأمور تحولت إلى العسكر. العسكر نعلم تماما أنهم صهيونيون أكثر من الصهاينة. نعم. لماذا؟ طيب لأن هو طيب واضح من حديثك أحمد بأن هنالك انقسام ما بين الحكومة وما بين المجلس السيادي وهو مجلس عسكري في السودان بشأن مسألة التطبيع مع الإمارات. ولكن السؤال الذي سنطرحه بعد قليل، إذا ما كان أصلا يحق لهذه الحكومة أو هذا المجلس اتخاذ قرارات مصيرية وقرارات استراتيجية في هذا الظرف الاستثنائي بشأن العلاقة ما بين السودان وإسرائيل؟ دكتور صلاح، نحن توقفنا معك حول مسألة الدوافع السودانية، ربما كنت تريد الإشارة إليها. هذا هو المحور. السودان كما تعلمون أنه مر بأحداث سياسية وانقلاب وإطاحة بنظام البشير، وهناك حكومة جديدة مدعومة كما هو واضح للجميع من الإمارات، وهي بأمس الحاجة للدعم الإماراتي، لذلك تسير خلف الإمارات خلف هذا الدعم بالدرجة الأولى، وحتى تثبت نفسها في الخرطوم كحكومة سودانية هي بحاجة لدعم الإمارات ودعم الولايات المتحدة، بحاجة لتحقيق إنجاز سياسي من الولايات المتحدة وهو إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بحاجة إلى عدد من المليارات للإنفاق على ذاتها وتفكيك أنصارها على الأقل، رشوة جمهورها في السودان للبقاء في السلطة، وبالتالي مسألة التمسك بالسلطة ومسألة البقاء في السلطة كما هي لدولة الإمارات كما هي للنظام السعودي كما هي لأي نظام ديكتاتوري في العالم هي الهدف، وبما أن الغاية البقاء في السلطة فالوسيلة مبررة مهما كانت. لذلك تتعارض هذه الحكومة وهذا المجلس السيادي مع تاريخ الشعب السوداني الرافض للاحتلال والرافض للتطبيع والداعم للحق الفلسطيني من أجل البقاء في السلطة، يعني يقوموا بهذه الموبقات بالمعايير السودانية من أجل البقاء في السلطة، والبقاء في السلطة يتطلب أموال، وفي ظل الفقر والمجاعة التي يعيش بها السودان وخصوصا في ظل الفيضانات الأخيرة هم لا يجدوا المال الأقرب والأسهل هو الذي يأتي من خلال البوابة الإسرائيلية الذي ستوفره الإمارات وستوفره الولايات المتحدة الذي سيغذي جيوب هذا المجلس السيادي وأنصاره، ولن يحل مشاكل السودان، لأنه من المعروف بأن التطبيع مع إسرائيل لم يحل المشاكل الاقتصادية لمصر ولا للأردن ولا لموريتانيا ولا للمغرب. ولم يحل دكتور صلاح، لابد من الإشارة إلى أنه لم يحل المشاكل الموجودة في جنوب السودان وهي التي افتتحت أيضا علاقات قوية مع إسرائيل. طيب
ابقى معي دكتور وأيضا ضيفنا الآخر أحمد عبد القادر. نريد أن نتحول الآن إلى قراءة سريعة في بعض ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عملية التطبيع ما المحتملة ما بين السودان وما بين إسرائيل. أبدأ من إيدي كوهين الكاتب الإسرائيلي أو الصحفي الإسرائيلي، يقول أنه نعم للتطبيع مع السودان، ووضع هذه الصورة الظاهرة أمامنا، هو العلم السوداني وكذلك متحد هذا العلم ومنقسم أيضا ومتداخل عفوا مع العلم الإسرائيلي، في إشارة إلى الوحدة المرتقبة والتطبيع المتوقع ما بين السودان وما بين إسرائيل. أذهب إلى تغريدة أخرى وهي للدكتور تاج السر عثمان. ماذا يقول؟ يقول اللئيم من يعرض المساعدة لضحايا الفيضانات مقابل انخراط السودان في التطبيع مع إسرائيل، والأكثر لؤما منه من يقبل العرض ويساوم على الكرامة. أيضا في التغريدات لهشام الشواني كتب هذا التزييف والتضليل في السودان للأسف أنجبته ثورة ديسمبر نفسها، لو قمنا باستبيان وسط الثورات لوجدنا غالبهم مع التطبيع بدوافع المصالحة، وهم مخدوعون بسبب مثقفين داخليين خونة جبناء كما يوصفه هشام الشواني. أيضا من تويتر اخترنا أيضا لغيداء السني التي كتبت المنطق يقول إن التطبيع مع إسرائيل لا يعني بالضرورة التنكر للقضية الفلسطينية التي لم تجني أي ثمار تذكر من مقاطعة السودان لإسرائيل، فالسودان وشعبه هو المتضرر الوحيد من مقاطعة إسرائيل. أما التغريدة الأخرى معنا هي لصابر الترابي، يقول للإخوة العقلانيين جدا والبراغماتيين المتحمسين لمسألة التطبيع بحجة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، نذكرهم بأن التطبيع مع إسرائيل والتحول الديمقراطية نقيضان لا يجتمعان. وأيضا أعود الآن إلى ضيفنا عبر سكايب أحمد عبد القادر وأيضا إلى الدكتور صلاح العواودة عبر الهاتف. أحمد، هذا حديث مما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي هشام الشواني، نتوقف عند التغريدة التي عرضناها، يقول أنه التزييف والتضليل في السودان للأسف أنجبته ثورة ديسمبر نفسها، ولو قمنا باستبيان لوجدنا أن غالبية الذين كانوا يخرجون في هذه الثورة هم مع التطبيع مع إسرائيل. ما مدى مصداقية ودقة أيضا هذا الكلام؟ أنا أريد أن أرد قليلا، يعني لو منحتني بعض الثواني على الأستاذ صلاح العواودة، اللي يعني لفظها بعبارة أعتقد أنها لم تكن موفقة ألا وهي أنه رشوة الشعب السوداني. الشعب السوداني لا يمكن أن يرتشى، الشعب السوداني الآن ظل على حاله سواء كان حتى الغالبية العظمى طبعا رافضة للتطبيع، ولكن لا ننكر انه في جهات تنادي بالتطبيع، ولكن على اي حال هي لا يمكن هي الرشوة هنا للمجلس السيادي، هو لم يقصد الشعب كشعب، اصلا الجميع يعرف صحيح موقف الشارع صحيح السوداني من عملية التطبيع مع اسرائيل، هو كان يقصد مسألة العسكر الذين يقودون هذه هذه البلاد اليوم. وبالمناسبة أحمد، قبل الذهاب للأمام أنا أريد أن أقول لك أن أول تغريدة أو ثاني تغريدة عفوا عرضناها كانت للدكتور تاج السر عثمان، كان يقول فيها أن اللئيم من يعرض المساعدة لضحايا الفيضانات مقابل انخراط السودان في التطبيع، بمعنى أنها أيضا هذه رشوة. صحيح، الرشوة في هذا الإطار تكون دائما للقيادات، وانا برايي يعني متواضع لا ارى ان البرهان يحتاج لرشوه، فهو الرجل صهيوني اكثر من الصهاينه، وذهب بنفسه الى اوغندا وواجه في سر وكتمان حتى من يناصفهم السلطه الا وهم المدنيون، وبالتالي البرهان هو صهيوني اكثر من الصهاينه، ولا يريد رشوه حتى، وممكن ان يطبع مجانا لأنه عندما التقى هناك وأنكر على الحكومة أو الشق المدني مجلس الوزراء وخرج تصريح رسمي لوزارة الخارجية السودانية، عندما رفض البرهان ذلك وذهب في الظلام كما يقولون لم يستشر أحدا. إذن طيب خلينا في النقطة في موضوع الحديث أحمد، يعني هل الثورة أنجبت مطبعين مع إسرائيل؟ لم تنجبهم الثورة، لأن الثورة تعني حرية، وإحدى التغريدات أشارت إنه لا يجتمع
لا تجتمع الحرية مع الدكتاتورية ودولة متسلطة كإسرائيل. إذن الثورة لم تنجب التطبيع، موضوع التطبيع هو أفيون مثل أفيون الدين ومثل أفيون الشعوب، يستخدمونه عند يعني البراغماتية عند اللحظة المناسبة ويتخلون عنه عند اللحظة المناسبة. الثورة أنجبت أحرار وأنجبت سودانيين مستقلين بالقرار. أكثر ما يؤلمنا نحن في السودان عموما أن مسألة التطبيع لم تكن بإرادة سودانية. لا مشكلة لدي أن يأتي الشعب السوداني بإرادته ويقول أريد التطبيع، سوف أحترم ذلك، ولكن أن يكون موضوع التطبيع تتولاه أيادي خارجية طيب، والناس تتحدث عن هو كينونة هو استقلالية المشكلة القرار السياسي أحمد أن والسياسي، هذه مشكلة. هنالك بعض يعني من التغريدات التي عرضناها هي لغيداء السني اللي قالت انه المنطق يقول ان التطبيع مع اسرائيل لا يعني بالضروره التنكر للقضيه الفلسطينيه، هذه احدى نشطاء ثوره ديسمبر بالمناسبه. فساعود لك مره اخرى في ذات النقطه، ولكن انت اشرت الى حديث لي الدكتور صلاح العواوده، ولا دكتور حديث مساله أنت قلت رشوة كما قال أحمد للشعب السوداني أو للشارع السوداني، وهو توقف تحديدا عند هذا المصطلح. لا طبعا أنا أكدت على الرفض التاريخي للشعب السوداني للتطبيع وتبنيه القضية الفلسطينية، وليس الشعب السوداني وحده ولا أي شعب عربي يقبل الرشوة، الشعوب العربية جميعها شعوب أصيلة، وبالنسبة لها القضية الفلسطينية قضية مقدسة، ولكن الرشوة يحتاجها النظام غير الديمقراطي، النظام الذي لا يستمد شرعيته من شعبه، يحاول رشوة أنصاره المتمثلين عادة بعناصر الأمن والقوى العسكرية الداعمة له. أي نظام عسكري في العالم العربي هو يستند إلى فئة من الشعب، هذه الفئة موالية له، يقدم لها الرشوة، كما النظام المصري، كما النظام السوري، كما كل الأنظمة العسكرية لديه أنصار هم من الشعب في النهاية، لكن هم لا يمثلون الشعب حتما، ويرشوهم من خلال امتيازات يبقوا يشكلوا له الحصن والدعم نعم. الذي طيب، يحتاجه حتى نكسب الوقت دكتور صلاح، حتى نكسب الوقت يعني وضحت الآن هذه النقطة، ولكن موضوع الحديث عن أن المنطق يقول أن التطبيع مع إسرائيل لا يعني بالضرورة التنكر للقضية الفلسطينية، والتساؤل الذي طرح في هذه التغريدة يقول أنه ماذا جنت أو لم تجني عفوا أي ثمار تذكر من مقاطعة السودان لإسرائيل، أي أن فلسطين لم تجني شيئا، هل هذا صحيح؟ وهل فعلا بالنسبة للفلسطينيين سيكون تطبيع السودان مع إسرائيل من عدمه سيان؟ لا بالتأكيد، ليس السودان كان داعما للمقاومة الفلسطينية، ويشهد على ذلك كثير من الوقائع، القصف الذي تم للسودان والغارات على قوافل السلاح التي دمرت في السودان ومصانع الأدوية التي ضربت في السودان. السودان دعم ماليا ودعم عسكريا وكان طريقا من إمداد للفلسطينيين، فلا يستوي السودان المطبع المتحالف مع الاحتلال مع السودان المقاوم في محور المقاومة الداعم للمقاومة. طيب، ما هي الثمار دكتور صلاح التي يجنيها الفلسطينيون أو القضية الفلسطينية من مقاطعة السودان أو دولة كالسودان لإسرائيل؟ ليس فقط مقاطعة، مطلوب من السودان دعم كما كانت سابقا، لكن أيضا مشاكل السودان لا تحل بالقضية الفلسطينية. لدى السودان مشاكل داخلية قبل الانقلاب الأخير وفي ظل البشير وقبل البشير. السودان كما أي دولة عربية يحتاج إلى حكومة منتخبة تنهض به، والمسألة ليست مرتبطة بفلسطين، موضوع فلسطين نقيسه من الجانب الفلسطيني. بالتأكيد السودان الداعم للفلسطينيين هو مصلحة للفلسطينيين، وهو يقف في جانب الفلسطينيين، والسودان القوي للفلسطينيين هو سودان أفضل من السودان الضعيف، وبالتالي سودان داعم للمقاومة خير ألف مرة من سودان مطبع أو حتى على الحياد. وأما مشاكل السودان الداخلية فبالتأكيد هي حلها في السودان وبحكومة ديمقراطية منتخبة تمثل الشعب السوداني وتنهض بالسودان، وليست حكومة فاسدة تسرق السودان وتتعامل مع الأجنبي مقابل رشاوة ومقابل أموال تخدم بس الفئة الحاكمة. طيب أحمد عبد القادر، الآن في حال فعلا كانت هذه الأطروحات حقيقية، مسألة المطالب المالية التي يقدمها البرهان من أجل التطبيع مع إسرائيل،
فعلا حصل الرجل على 3 مليارات دولار كما يريد، هل ستحل المشاكل الاقتصادية في السودان بهذه الأموال؟ تحل هذه المعضلة؟ عفوا لم أسمع بداية الإجابة، تفضل مرة أخرى. أقول إنه لا، لن أبدا لن تحل هذه المعضلات والمشاكل، وأتفق مع الأستاذ الزميل صلاح العواودة فيما ذكروا، وأضيف أكثر من ذلك أن يعني لو تساءلنا ما هي الوصاية الدولية؟ إذا كان أمريكا تريدنا أن نطبع مع الكيان مقابل أن يعني تفك الحصار الذي فرضته علينا كدولة اقتصاديا، ما هي الوصاية الدولية إذن؟ ما تعريفها؟ أنا حر كسوداني، كدولة سودانية حر أعمل علاقة مع السلطة الفلسطينية، مع حماس، مع فلسطين، هذا شأني. فلسطين لا 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 يحق لك أن تمارس يعني التدخل في شأن الداخلي، أعمل علاقات ولا ما أعمل. وهذا شيء غريب، يعني نحن نتحدث عن حرية، سلام وعدالة، وهذا الحرية والسلام والعدالة تنطبق بماذا؟ في روض الدكتاتورية، في روض القمع. إسرائيل تقمع الإخوة الفلسطينيين باستمرار، هذا لا يستوي أبدا، هذا واحد. الأمر الثاني، القضايا الداخلية بالنسبة للسودان عموما، إسرائيل من أفادت من الدول؟ لم تفيد أي، حتى جنوب السودان الدولة الشقيقة بالنسبة إلينا عندما انفصلت، وأول دولة أعلنتها أو اعترفت بها هي إسرائيل، والآن تركتها للجوع والأزمة الاقتصادية والاحتراب والاقتتال، ولم تعقد أو تعقد إسرائيل حتى مؤتمر حواري داخلي ليحل مشاكل الإخوة الجنوبيون. إذا إسرائيل لا فائدة منها، هذا ثانيا. ثالثا، موضوع الشأن الداخلي السوداني وقضايا الاقتصادية يحل عن طريق الحكومة السودانية، وعن الإنتاج الزراعي، وعن نهضة الشعب السوداني، وعن التخطيط الاستراتيجي للحكومة، لا يمكن أن يحل عبر شماعة إسرائيل. والذي يقول هذا هو يعني بالضبط يرهن قرارنا الخارجي والسيادي لغيرنا، وهذا ما يحصل. ثم مسألة مهمة جدا بالنسبة للإمارات، الإمارات الذي تحدث الزميل صلاح العواودة عن إنه الإمارات تريد يعني أن تدفع للشعب السوداني مقابل هذا، وأنا أقول أن الإمارات تدفع للعسكر لتقويهم وتقوض الديمقراطية. لا يمكن للإمارات أن تدعم الشعب السوداني. الإمارات ممكن أن تدعم الشعب السوداني في شكل يعني معونات على شكل خيام وما إلى ذلك. طيب، هو حتى لا يكون إشكاليات أو سوء فهم في هذه النقطة أحمد، هذه الأموال من الإمارات للسلطات الحاكمة في النهاية، بغض النظر من هي في السودان، ولكن أنت تقول بأنها أموال في النهاية لن تصل إلى الشعب السوداني ولن تحل على المشكلات. يستفيدون من هذه الأموال. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد علي. شكرا لك أحمد علي عبد القادر، الصحفي السوداني، كنت معنا عبر سكايب، والشكر موصول أيضا للدكتور صلاح العاودة عبر الهاتف، الباحث في الشأن الإسرائيلي. دعونا مشاهدينا نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود. أوروبا ليست فقط لا تجعل إسرائيل تدفع ثمن القمع، هي تتكفل عن إسرائيل تكلفة الاحتلال. لما كان الأخ إسماعيل هنية أو أي مسؤول في حماس يطلع من غزة، ما كانش بحاجة لتنسيق أمني مشان يطلع. والإيرانيون كانوا يلحون منذ فترة طويلة على قيادة حركة حماس أن تذهب لزيارة إيران، والذي كان يرفض هو قيادة حركة حماس. في غزة وفي كل أنحاء العالم أربك العدو. أما الحراك السياسي بلا شك أن وجود الرئيس المكتب السياسي في الخارج يعني هو عامل انفتاح. بمعنى هو يريد الأقصى فارغا، لن يكون الأقصى فارغا. نعم. هو يريد الأقصى وحيدا، لن يكون الأقصى وحيدا.
الخبر لا ينتظر والأحداث تتسارع، فتكثر العناوين وتتعدد زوايا النظر، وتزيد الحاجة لقراءة متأنية لما بين السطور وخلفيات الحدث لتجميع المعطيات وتمحيص المعلومات. نقرأ أخبار العالم بكل أبعادها ونصحب المشاهد في جولة في الصحافة. لأن الخبر لا ينتظر والمعلومة لها أكثر من مصدر، في عالم تنتشر فيه الأخبار الزائفة نحتاج للأضواء لنهتدي للحقيقة. نبتعد عن الأماكن المعتمة، نطرح النقاش تحت كل الأضواء، في أضواء على الأحداث نضع المشاهد في قلب الحدث. مشاهدين من جديد، نرحب بكم في هذه الفترة من المشهد حيث نتناول آخر تطورات مدى يدور في الإعلام هذه الأيام حول اللقاء السوداني الإماراتي الأمريكي في أبوظبي بشأن عملية التطبيع المحتملة بين السودان وإسرائيل. نرحب الآن بانضمام ضيفنا في الاستديو مناضل عبد الله إسحاق الإعلامي السوداني. مناضل، أهلا فيك معنا. ولكن قبل النقاش دعنا نتابع والمشاهدين أيضا هذا التقرير ثم نعود. لا صلح، لا تفاوض، ولا اعتراف بإسرائيل، هكذا كانت شروط اجتماع القمة العربية في السودان عام 1967 بعيد هزيمة النكسة أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي، لتصبح الخرطوم منذ ذلك الحين عاصمة اللاءات الثلاثة. أما في 2020 فيبدو أن هناك شروطا سودانية جديدة بشأن دولة الاحتلال، كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اجتماعا ثلاثيا حاسما عقد يوم أمس في أبوظبي بين مسؤولين أمريكيين وإماراتيين وسودانيين بشأن اتفاقية تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، حيث وصل وفد سوداني الإمارات يوم الأحد الماضي في زيارة تمتد ليومين بقيادة البرهان، يرافقه وزير العدل نصر الدين عبد الباري وعلي بخيت مدير مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لينضم إليهم لاحقا مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش رفقة مدير المخابرات المصري عباس كامل للمشاركة في المحادثات الجارية. وبحسب موقع وله الإسرائيلي فإن السودان اشترط مقابل التطبيع مع إسرائيل الحصول على مساعدات اقتصادية، أولها منحة فورية بأكثر من 3 مليارات دولار، إضافة إلى شطب اسمه من قائمة الإرهاب. وإذا وافقت واشنطن على مطالب الخرطوم الثلاثة والتي من ضمنها المنحة الفورية فضلا عن الحصول على القمح والنفط بقيمة 1.2 مليار دولار والالتزام بتقديم مساعدات اقتصادية في السنوات الثلاث المقبلة، فإن السودان سيصدر بيانا عن التطبيع مع إسرائيل في غضون أيام. القيادي في الحزب الوطني الاتحادي وتحالف الحرية والتغيير محمد الهادي أكد بأنه إذا حصل البرهان على هذه المطالب فإن الشارع سيؤيد التطبيع مع تل أبيب في ظل الظروف الاقتصادية الخانقة، ويبدو أن الحكومة تحاول القفز فوق الحالة الخلافية داخل قوى التغيير والحرية وإرجاء البت في الموضوع لحين تشكيل المجلس التشريعي وكسب الوقت. يرى مراقبون بأن الشارع السوداني كان دائما مسانداً للقضية الفلسطينية ويعتبرها قضية مركزية،
فيما تعتقد القيادة السودانية الحالية بأن خطوة التطبيع ستساعد السودان على الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة، فهل سيقبل السودانيون نهاية المطاف بالتطبيع وينضمون إلى حلف الدول المطبعة؟ طيب مناضل، مازال الحديث يدور إعلاميا على الأقل بأن وجود البرهان في أبو ظبي هو من أجل التطبيع مع إسرائيل، هذه الأحاديث كيف تبعتها وكيف قرأتها؟ نعم، يعني هناك صراحة هناك انقسام كبير في المشهد في السودان ما بين معيط وما بين معارض، وأعني بالانقسام في على مستوى السلطة، يعني مستوى رئاسة المجلس السيادي الوزراء ولا مستوى المجلس السيادي الحكومة، حتى على مستوى القائد يعني الشعب، يعني وإن كان الغالبية ترفض فكرة التطبيع من الأساس. يعني الحديث الذي يدار أو الذي يدور الآن بأن البرهان في أبو ظبي في مسألة، يعني هو الآن يناقش كيفية أو مسألة التوقيع على مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإن كان هناك رفض من قبل الحكومة، خاصة تحدث ناطق باسم الحكومة بالأمس واليوم بأن البرهان لم يفوت بتاتا في مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأيضا استند بحديث رئيس مجلس الوزراء قبل أسبوعين تقريبا بأنه غير مفوضا أو هذه الفترة الانتقالية غير مفوضا للبت في قضية مسيرية مثل مسألة التطبيع مع إسرائيل. ولكن هناك أيضا شواهد أخرى تؤكد بأن مسألة التطبيع بات يعني مسألة وقت ليس إلا مع الأسف الشديد، يعني خاصة هناك حديث بأن رئيس المخابرات المصري الآن موجود أيضا في أبو ظبي، وأيضا رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش أيضا موجود وهو حاضر لهذا الموضوع، خاصة أن الصحف تحدثت بأن البرهان طلب الإدارة الأمريكية مبلغ تقريبا مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 3 مليار دولار. يعني وإن كان هناك رفض صراحة من الجانب السوداني خاصة الشعب وجزء من مكونات الحكومة، ولكن ربما هذه يعني أصبحت مسألة وقت ليس إلا. يعني ما السر في الانقسام؟ لماذا هنالك رأيان في السودان بشأن التطبيع تحديدا فيما يتعلق بالمجلس السيادي أو المجلس السيادي والحكومة؟ ومن هو الفريق الأقوى في السودان؟ هل هو المؤيد للتطبيع من رافض؟ نعم، هو مسألة الانقسام. العسكر يعني تقريبا معظمهم أو جميعهم إن صح التعبير أنهم موالون لمسألة التطبيع. العسكر منذ زمن طويل، يعني لو إذا تابعنا العلاقات ما بين السودان وإسرائيل في تأرجه منذ وقت طويل، يعني خاصة طوال حكم النظام السابق إلى النظام الحالي. النظام الحالي أو العسكر الذين يشكلون المجلس السيادي هم اللجنة الأمنية أو حرس النظام السابق، فهم الآن يذهبون في خطوات النظام السابق. أضف إلى ذلك بأن العسكر الموجودون في السودان يتحكم فيهم الإمارات والسعودية، والإمارات هي التي ساعية للتطبيع، والإمارات تعودت على استخدام السودان ككبش فداء، يعني وشاهدنا في آخر أيام البشير عندما ذهب وصافح بشار الأسد عندما كان يفرض عليه عزلة دولية، كان أيضا سعى لمسألة تقديم السودان ككبش فداء في مسألة بداية العلاقات مع إسرائيل، ولكن فشلت. والآن الإمارات تضغط على السودان بشكل أو بآخر، خاصة تضغط على الحوجة الاقتصادية أو الأوضاع الاقتصادية الحرجة الذي يعيشها السودان. لذلك أعود وأقول بأن العسكر معظمهم مؤيدين لمسألة التطبيع. المدنيين عندهم مواقف، سواء كان الأحزاب اليمينية أو حتى الأحزاب المعارضة الأخرى، موقفهم رافض بصورة كبيرة. يعني حتى تحدث دكتور عبد الله حمودوك، وإن كان محسوب على اليساريين في السودان، لكن تحدث بأن الحكومة الانتقالية ليست هي أو ليس مفوضة بأن تطبع العلاقات، وأن هذه المسألة مسألة كبيرة نعم، خاصة نعم. أن السودان اليوم يمر بمرحلة استثنائية، وبالتالي القرارات المصرية والاستراتيجية كما يقال بأنها غير منوطة حاليا. نعم. لا بالمجلس السيادي ولا حتى بالحكومة، اللتان تعتبران أصلا مرحلة انتقالية فقط من أجل ترتيب الأوراق في السودان. وبالتالي ما الذي يجبر البرهان على الذهاب إلى عملية التطبيع مع إسرائيل؟ نعم، البرهان منذ أن جاء الحكومة، إذا تابعنا تسلسل الأحداث، يعني منذ فبراير الماضي البرهان التقى ببنيامين نتنياهو في أوغندا في قمة انتبي المشهورة والمعروفة. يعني حتى وإن كان يعني ذهب إلى هذه القمة يعني خلصة أو من وراء أعضاء الحكومة، لم يعترف باللقاء أو نعم هو لم يعترف باللقاء، ولم الإسرائيليين قالوا ثم نعم ولم يبلغ حتى
الإدارة في الدولة يعني حكومة مجلس الوزراء، بل حتى أعضاء المجلس السيادي نفسهم يعني لم يكونوا على إلهم، حتى كان يعني لم يعلن أبدا أنه هناك لقاء. لذلك أؤكد بأن البرهان والعسكر عموما يتحكم فيهم الإمارات والسعودية. هذا التوجه شخصي عندما يتخذ البرهان مثل هذه القرارات الخاصة دون إبلاغ مجلس الوزراء، دون إبلاغ أعضاء المجلس السيادي، هي توجه شخصي أكثر منه توجه دولة حاليا؟ نعم، هو الآن على رأس الدولة، فيحسب يحسب عليه بأنه توجه الدولة باعتبار أنه هو رئيس المجلس السيادي، ومجلس السيادة هي أعلى نقطة في الدولة حاليا، هو يحسب على الدولة. ولكن إن جينا أو إذا أتينا إلى أرض الواقع والجانب الحقيقي، هي ليست موقف الدولة، هي موقف شخصي بحت، يعني بدليل بأن الإدارة الفعلية للدولة وهي رئاسة مجلس الوزراء تحدث بأن هذه المرحلة أو أن هذه الحكومة هي حكومة مرحلة انتقالية بحتة، هي ليست مخولة لتطبيع العلاقات. وأرجع هذه النقطة تحديدا إلى المؤتمر الدستوري، إلى الفترة ما بعد المرحلة الانتقالية. لذلك البرهاني يسعى بقدر الإمكان، لأنه يدرك تماما إذا انتهت هذه المرحلة الانتقالية يعني هو لم يجد فرصة أو لم يعني يجد أي تحكم أو لم يستطيع أن يتحكم في أي شيء في المشهد، هو يبحث عن مثال أن مصالح ضيقة، سواء كان شخصية أو كان سواء كانت تخص الجانب العسكري في السودان، مع العلم أن الجانب العسكري في السودان كل القيادات أو الرتب العليا في الدولة هي رتب يعني تابعة وخاضعة لجانب الإمارات السعودي. لذلك هي البرهان الآن مستخدم يعني لتطبيع العلاقات، لأنه ليس مجبرا. ما الذي يجبر مثلا البرهان أن يتخذ خطوة؟ يعني وإن اتفقنا أنه يعني بإمكانه أن 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 أن, أن يطبع أو بإمكان السودان أن يطبع العلاقات، ولكن لماذا هذه المرحلة ولماذا الآن تحديدا؟ طيب، المؤيدون لعملية تطبيع السودان في هذا الوقت مع إسرائيل يتساءلون لماذا لا يطبع السودان مع إسرائيل؟ أين المشكلة طالما أن الجانب الآخر سيقوم بحل المشكلات الاقتصادية من خلال ضخ 3 مليارات دولار في الخرطوم، وترفع أيضا يرفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية أو الداعمة للإرهاب، وستفتح الدنيا على السودان من جديد؟ أين المشكلة إذن؟ لماذا لا يطبع السودان؟ نعم، لماذا لا يتبع السودان؟ لأن أولا كما قلت قبل قليل بأن هذه حكومة مرحلة انتقالية، حكومة لم تكن منتخبة، حكومة هي ليست مفوضة من قبل الشعب. يعني اتفقنا أو اختلفنا مع مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، هي هذه الحكومة لم تكن مفوضة أو هي يعني ليست لها الأحقية بالتطبيع أساسا من الأساس. النقطة الثانية مسألة المسألة الاقتصادية تحديدا أو مسألة تحسين الاقتصاد، أنت تتحدث عن اقتصاد بلد به قرابة 40 مليون مواطن سوداني، يعني 3 مليارات دولار يعني لم تزيد شيء في 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 السودان، خاصة أن المشاكل الاقتصادية يعني لم تحل بثلاثة مليار دولار. يعني حتى لو السودان أخذ 3 مليارات ستكون هنالك المزيد من الفيضانات التي قد تقتل أيضا مزيد من الناس كما حصل قبل عدة أيام. نعم بالضبط، يعني إذا لم تبني اقتصاد حقيقي وصحيح من الأساس، هذا 3 مليارات دولار لم تحل مشكلة. وإذا نظرنا إلى الدول التي طبعت من قبل، مصر على سبيل المثال مطبية ما يقارب ال4 عقود قبل 4 عقود تقريبا، الجارة الجديدة الدولة الوليدة جنوب السودان هي الآن هي مطبية، ولكن هي الآن أيضا تعيش حياة مأساوية حتى قد يكون أسوأ من السودان في أزمات الأردن وما إلى شابه ذلك. القضية برأيي هي يعني قضية أخلاقية قبل أن تكون كل شيء، يعني قبل أن تكون قضية أوروبا، إن كان يرفض البعض من السودانيين بأنهم ليسوا عرب، أو حتى إذا كان البعض الآخر يتحدث بأنهم يعني لا يهمهم مثلا مسألة القدس أو إلى ما شابه ذلك، ولكن أين الأخلاق؟ هي القضية الأخلاقية والإنسانية التي طيب يعني تجمع الجميع. في نهاية القيادة السودانية الحالية جاءت بها الثورة أو جاءت بعد الثورة بغض النظر عن هذه التفصيلة، نعم، لكن هل تمثل فعلا الثورة ثورة ديسمبر التي جرت في الخرطوم؟ نعم، للأسف الشديد يعني بحسب حديث الجميع بأن الثورة اختطفت أو الثورة هي نصف ثورة، الثورة لم تكتمل بعد، خاصة بأن رضينا بأنساف الحلول. يعني للأسف الشديد هذه المشكلة التي أدخل الثورة السودانية في نفق مظلم، بأن رضوا بنصف الثورة هي لم تكتمل، خاصة يعني كوننا نرضخ لبقية أو لمكونات الأحزاب السياسية أو نفس النخب التي كانت تساند الإنقاذ أو التي وإن كانت تعارضه في النهار وتبوس إليه في الليل، يعني
هذا خطأ الشباب الفادح، وخاصة أن السودان يرضخ لأن يكون في المجلس السيادي أو الأجهزة الأمنية التي تتحكم في الدولة وفي مسيرة الدولة إنها هي نفس يعني حرس أو اللجنة الأمنية للنظام السابق. طيب. لذلك نقول بأن هذه الثورة يعني وإن كانت ثورة ظافرة حقيقة، وكانت ثورة يعني من الثورات الممتازة ومن الثورات الضخمة جدا حتى على مستوى العالم، ولكن للأسف الشديد يعني لم نجني طيب. ثمارها حتى الآن. يروج في الفترة الأخيرة خاصة ما بين المؤيدين للتطبيع السودان، أقصد من السودانيين، إلى أن الثورة مع عملية التطبيع والشارع السوداني اليوم مع عملية التطبيع. نستذكر حديث الناطق باسم وزارة الخارجية الذي تمت إقالته بعدما عقد مؤتمرا صحفيا وتحدث عن ضرورة التطبيع مع إسرائيل، وهو من المؤيدين إلى حد اليوم، شاهدته بالأمس ربما على إحدى القنوات الإخبارية، يؤيد التطبيع بشكل كبير جدا ويتحدث عن محاسنه الاقتصادية ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الآن في حال فعلا حصلت عملية التطبيع ما بين السودان وإسرائيل، كيف سيكون رد الشارع؟ بالمناسبة الشارع في جزء منه خرج إلى الشارع رافضا لعملية التطبيع ما بعد حديثه لحديث الناطق باسم الحكومة السابقة، عفوا وزارة الخارجية السابق. فاليوم كيف تكون ردة الشارع السوداني في حال كان هنالك تطبيع؟ نعم، مع الأسف الشديد أن رد الشارع السوداني قد تراجعت نوعا ما مقارنة بالسابق، خاصة بعد تجربة المريرة للنظام الإنقاذ يعني التي يعني تختبي وراء الدين والإسلام، وإن كان ممارساته يعني مختلفة. يعني لوقت قريب كان عندما تتحدث عن القضية الفلسطينية وعندما تتحدث عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما إن انتفض كل الشارع أو ما ينتفض الذي أمامك يعني يقول لك هذا موضوع ليس فيه نقاش أبدا. الآن هناك يعني ترويد كبير جدا يعني من الأحزاب اليسارية تحديدا في السودان، من بعض أتباع أو بعض أتباع أو كوادر الحركات المسلحة، أيضا استغلوا مسألة أن النظام السابق والنظام البائت التي تدعي الدين والإسلام في السودان وهي لم تطبق الدين أو هي لم تخدم الدين، بأن يستغل هذه النقطة، نقطة فشل النظام الإسلامي أو المحسوب على الإسلاميين في السودان، استغلها استغلال كبير جدا في أن يروج لمسألة التطبيع مع إسرائيل. والبعث يقول بأن يعني طبعنا أو لم نطبع، يعني نحن لم يكن لدينا تأثير في مسألة القضية الفلسطينية فلنطبع ليخرج مثلا السودان من قائمة الدول الراعية. لكن شتان بعيدا عن التفاصيل بين القيادة الحالية والقيادة السابقة في نعم. موضوع التطبيع مع إسرائيل. نعم، القيادة الحالية إذا تحدثنا عن المجلس الوزراء تحديدا هي الآن رفض كامل، هي وإن كان هذا الرفض ربما يعني لأنهم ليسوا يعني مخولين أو ليسوا مفوضين في هذه المرحلة، يعني الحكومة محسوبة لأنها حكومة اليسار، وحكومة اليسار بتتبع يعني ستسعى لمسألة التطبيع، ولكن هذا الموقف الذي قاله رئيس مجلس الوزراء الحالي عبدالله حمودوك يعني هذا يؤكد بأن الحكومة الحالية يعني وإن كان محسوبة لليسار إنها لم تسعى أو إنها ما ذهبت في مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا أيضا يفسر تفاصيل كثيرة جدا في مسألة التطبيع، بأن هناك أحزاب يمينية، الأحزاب الناصرية والأحزاب الطائفية التي تطبع التي هي يمينية بحتة، هي تفرض أو ترفض مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني. طيب موضوع التطبيع الآن لماذا يرتب تحديدا في أبو ظبي، لماذا ليس في دولة أخرى؟ نعم، يعني البعض تساءل بالأمس تحديدا لماذا لم يكن في الخرطوم مثلا يعني. طالما مسألة تخص السودان، ولكن المسألة إنه الإمارات هي تبحث الآن أن كل من يعني يمكن أن 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 توقع على التطبيع، لذلك هي تستضيف هذه الاجتماعات والمفاوضات وهي التي تصرف عليه، حتى من جانب الحكومة حسب الصحف التي تحدثت بأن الحكومة البرهان طلب الإدارة الأمريكية، حتى الإدارة الأمريكية لم تدفع بالمناسبة، ستتكفل بكل شيء الإمارات بكل طبيعة، لأنها لكي تحفظ ما وجهها ولكي تكون هي المسيطر وهي المهيمن على المنطقة، كما يحدث الآن يعني في 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 المنطقة، يعني أنه يسعى لأنه يتزعم المنطقة، حتى
يعني في مسألة التطبيع تحديدا بأنه هو من سبق الجميع في مسألة التطبيع، وإن كان هو لا يريد أن يسبق الجميع كان السودان سيقدم ككشف في دعنا. إن كان فعلا سيطبع السودان أم لا في المرحلة المقبلة. شكرا جزيلا لك مناضل عبد الله إسحاق الإعلامي السوداني معنا هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة. هذه أطيب المنى، في أمان الله.